أخي الكريم، قلت لكم ممنوع، الله يرضى لي عليك. عوائل فقط. يا أخي لنا ساعة حنا هنا وقاعدين نترجاك، حس فينا يا أخي، قدرنا. يا أخي أقدرك في بيتي الله يرضى لي عليك، لكن مكان عملي ممنوع. إيه يا فقي، ترى إحنا بشر زينا زيكم، ما نعض. أدري إنك ما تعض، لكن ممنوع الله يرضى لي عليك، عوائل فقط. طيب حبيب قلبي، أنا الاثنين اللي راح داخل ما حد قال لي شيء، تمشى ما فيها حق. أيام الأسبوع الله يحييك، لكن أيام الويكند عوائل فقط. يا ليل أم الاستهبال. قادم. عادي، لا أنا إذا عصبت أزعل، إذا زعلت أرفع صوتي. ترى بفصل عليك، تفهم ولا ما تفهم؟ شوف لو ينبت في راسك نخلة ما دخلتك، توكل على الله. يا عيال ذا بثل. هذا أجلده. ويني أطويني ويني. توكل على الله بس، توكل على الله. لا خلاص. أكبر من كذا. لا تنفع. الحمد لله والشكر. ويلكم ويلكم. لا يا شيخ، ليش تدخلهم؟ عوائل الله يرضى لي عليك، هذولي أجانب وحنا عيال كلب يعني. تكرم يا أخي العزيز، لكن توكل على الله. أجلده أنا ولا تنافرشك هنا أنت. توكل على الله. الأشكال دي ما تستاهل تدخل فيها قضية، أمشي مشان عندي حل. توكل على الله بس. خلاص يا أبوي أنت تركز بيتك. اسمع أنا عندي حل. الحين إذا طلعوا الصينيين نشبكهم ونبدأ نروح ونطلع وندخل أي مكان معهم، وش رايكم؟ كبير يا معلم. أركض بديتك ها، لا تزعل. والله شوف أعرفهم، هذا يبغى الكف، يدور الكف عشان يدخلك القسم. أعرف زي مين بالله. أنا طول ذا الفلب، راح الليل لا طلعنا ولا استأنسنا ولا أي موضوع. يا أبوي بدل ما ننتظر وكذا بنقعد، دق على تركي، يمكن عنده شيء منا ولا منا. أبشر بعزة. هلا تركي يا ولد، ذبحنا الطفش، ما حولك شيء؟ ما في شيء لا منا ولا منا. اصلا طول عمرك ما منك فايده. اسمع اسمع، اذا جاك شيء كلمنا. ها خلاص اوكي، يلا فما الله. شكرا شكرا جزيلا شكرا. طلعوا 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 يلا مشي. دربد. السلام عليكم. عليكم السلام. أقول يا الأخوة أنت كفيلهم؟ لا والله ماني كفيلهم. طيب تعرف كفيلهم؟ لا والله ما أعرف كفيلهم. طيب تعرف أحد يعرف كفيلهم؟ إيش تبي أنت؟ ترك أشغالتنا. ممكن تعرف؟ هذا وفد سياحي محترم. لا لا هو ما عرف يوصل المعلومة. نبي كيف نصير زيهم؟ لا لا معلومة غلط، هو قصده إنه نتروح معاكم نروح الأماكن الحلوة وندخل بلاش. وترى على فكرة نقدر نقل المهرجين، يعني زي كذا. اسطى 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 يا عيال استانسوا علي. اسطى اسطى اتحداك. دربد دربد دربد. ما استانس على طاقيتك عاد. اي شيء خليهم ينبسط. This is طاقية. ها good morning. اسطى اسطى اسطى. هاي عيال ردوا معايا. لمبا يا لمبا، لمبتي يا لمبا، لمبا يا لمبا، لمبتي يا لمبا، قول لمبا يا لمبا، لمبتي يا لمبا، إلي يا بلا قشة، إلي يا بلا لمبا يا لمبا، لمبتي يا لمبا. شوف هذا هدف قديم، هذا ماجد، ماجد عبد الله، ماجد عبد الله الراس الذهبي، ويركض يركض سحب، يركض يركض سحب، بعدين جيب جول. معلوم ولا لا؟ ايه سوي مجنون كلام. ماجد عبد الله، ماجد عبد الله. ايه شوف الهدف، شوف بس. هلا والله بالباص البطل، اتحداك يا كبير. يا ابن الحلال انا بلشان فيهم، ومن قرادتهم يبغون الرياض، يبغى يشوفون ذا العاصمة. حلو الرياض وش فيها؟ ابن الحلال ذولي شباب صيني، لا يبغون لا متاحف ولا جنادرية ولا عادرية. أقول ما تخبرنا محل فعاليات ومحل فلة؟ أف عليك، في محلات فلة وطهبلة بس ما لها وقت معين، يعني أتصل عليك تجيبهم على طول. تم. أبشر بعزك. الحين بسألك، تعرف صيني؟ لا والله ما أعرف. طيب تعرف أحد يعرف صيني؟ لا
يا ابن الحلال ما اعرف. طيب تعرف احد يعرف احد يعرف صيني؟ يا ابن ايش فيك انت؟ واحد فيهم يطقطق عربي مترجم بيني وبينهم. طب قل كذا من اول. احول القوت الا بالله. وكم لك في المهنه؟ والله حوالي 4 سنوات. طيب انت تعرفت عليهم في الصين ولا في الرياض؟ لا يا ابن الحلال هذا عن طريق مكاتب جروب سياحي ويجي. اوه مكاتب. طيب بكم تذكرة الصين؟ هي على حسب الجروب على حسب الخطوط اللي تجيب. دقيقه دقيقه اقول لك النشبه ذا يبيك. هلا ام عاد من جدك اتحداك يا شيخ. يلا يلا جايينك. اطلع مع المخرج يمين. يا ابن الحلال انت ايش فيك؟ اركض يا ابن الحلال اركض. يا ابوي انت مو بتبي فله وطاه بلا. الا اجل اركض فديتك. اطلع اطلع مع المخرج يمين. يلا يا لبيه يا عيال. صراحه موقعنا استراتيجي نشوف كل شيء بوضوح. والله شوف المساله مساله وقف. تجي بدري تحصل مكان تتاخر يروح عليك. الله الحمد لله بطاريتي فول ومية بطاريتين اضافيه. اقول صبصب شاهي بس يا ابوي كذا الفله ولا بلاش. يا عيال يا عيال الموضوع عندي انا. انا متاكد في ناس في يقولون انه كان ماشي 160 مو صحيحه. الرجال شوف عيني كان يمشي 161.5. لا اله الا الله. ايه تفرق ترى تبو. وبعدين الرجال كان شيء زين كان ياكل فصفص زين وتلخبط بينه وبين الكسون وشمع في الماسور. هذا بيتكلم من الحب. وش اللي يا ابن الحلال اسكت اخذت التميلح بسناب شات انت وجهك يا خلاص طلبنا لك اسعاف. خلنا اكمل. هذه اخذت الجوالات قاعد يتكلم الورق. يا جماعه الخير اللي بيتكلم بالجوال ويسوق لا يتكلم. يفتح رسائل اوكي، يفتح واتساب اوكي، يتكلم لا. ايش فيك انت؟ اه العظيم يا اخي احمد ربك ان احنا نتفرج عليك. هلا والله بتركي. هلا بالعيال. ايش فيكم ايش فيكم ايش فيكم تاخرتوا؟ عفا عليك جبنا لك وفد صيني سياحي على كيف كيف. شوفوا وفد صيني هذا بتباني فيه ذا ولا وش ذا؟ اتحداك الذبه. من جدكم انتم؟ هذه فعاليات؟ افا عليك واحلى فعاليات. اذا ما الفلبه انبسطوا عليها وصوروه انا ما اكون. الحق الحق يا شيخ تعال شوف تعال 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 شوف هذا موت هذا قلب وقف. سلفي سلفي ايوه. وش اللي قلبك صديق؟ شوف هذا سبك معلوم سبك سبيكه هو هجو الهجول ما في معلوم فحط ويصدم ماسوره بوف سبيكه يعني هذا نفر حمار حمار معلوم حمار دونكي كبير هذا شوف هو ما في معلوم سوق. هذا مهايطي ما يعرف يسوق شمع في الماسوره. صوروا صوروا شفت ما قلت لك صوروا صوروا في الامه يا عيال. يلا يلا الباص يا عيال يلا الباص خلاص خلاص الباص الباص يلا هيا يلا هيا الباص هيا الباص شوفك يا عمرو. يلا يعطيك العافيه وحش وحش يا عيال. سيلفي سيلفي قبل لا يموت الرجال. يلا يلا تعالوا اضحك اضحك انت وجهك اضحك ربيك شي والله ما كنت اتوقع انهم ينبسطون. شوف انا بسلمك الباص وبخليك تمشيهم كل يوم مقابل 10,000 ريال. 10,000 ريال سعودي؟ 10,000 ريال لين يسافرون ديرتهم. ابشر بعزك والله لا خليهم مو بيحبون الرياض يحبون القصيم بعد. اوب 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 الحق 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 شوف العالم كله في مجمع الجوالات يقول لك الايفون بعد ساعه حينزل. والله والله كل ذول بيشترونه يا ابو الحق ما تلحق وانا مخطط اشتري لي واحد ترى. اوف عامر هلا ايش عندك يا اخوي؟ متى بنخلص من ذا الفلبن؟ ليه ايش تبي يا ابوي يخلص عليه؟ الايفون الجديد نزل قبدون بيعه بعد ساعه. اتحداك اركض فديتك والله انك بطل. الله خسارة. ما قلت لك بيفلونها في الرياض؟ ها قايل لك بيفلونها. يا ابن الحلال انت مليلكم طويل. اسمع انا باخذ لي ليموزين وبروح البيت وانت خليك معهم بس تكفى تكفى انتبه لهم. عفو عليك احطهم في عيوني. وقف وقف خذ لي ليموزين وقف يا ولد. اوف اتحداك يا الزحمه. اوف وش ذا يا ولد؟ هل هذا متنزه؟ لا ليس منتزه انهم سيشترون الايفون بعد الساعه 12:00 صباحا. شو ايفون شو جديد
12点之后将发售新的 iPhone 手机。يا ولد الايفون عندهم اسمه طويل والحل يا عيال. يا ابوي ايش لك وش الايفون ده؟ شوف الزحمه كيف، ترى خرق الجوال. خلينا نمشي يلا. ايه اطلع منها انت، اطلع منها يا عبسي. مالك يا ياسر لطيبة الخاطر، عندي طريقه خليك تشتري اول واحد. كفو كفو كالطيب الذيب. ماذا ستفعل؟ ستشاهد بعد قليل بام عينك يا سانشيرو. يا واد والله تنضرب يا واد، هديك انت ولا خير جدك يا ورع. فكرتك بطلة. أتحداك يا ورع أنت وياه. نظارة 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 ماركة 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 نظارة 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 ماركة ماركة نظارة 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 ماركة 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 نظارة 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 ماركة نظارة نظارة. هلا بالعيال، يلا يلا عيال يلا. هيا اهل امه يلا صدق هنا بسرعه بسرعه بسرعه. يلا 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 هذا يبي مندي شكله. يلا 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 نعم الله مو منكم من الضفادع اللي تاكلونها. لكن دقيقه انت يا راعي المويه سامبو على كم المويه؟ مويه بريال. ليش بريال؟ بنص ريال ذي في البقالة. هذا رزقي يا ولد. رزقك داري بس لا تنفخ، فاهم ولا لا؟ خلاص بس ترزق الله فيها ذي. اوكي خلاص ها هذه 10 ريال امسك. دقائق طيب دقائق طيب. تعال وزع وزع على قولي الفلبن، عطهم كل واحد وحدة. هذا مويه 100 هذا مويه. ايه ايه مونتاري ايه انت مونتاري. سلامات سلامات. تبي تجحلط العيال لا تعطي ذا. انقلع. باقي الرجال ما اعطيته ما اعطيته ذا. مويه 100 عط ذا عط ذا. شكش شكش والعيال يلا. مويه هذا 100 لا تشربها كلها، شوي 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 خلوا شوي. نظارة نظارة عالمية ماركة 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 ماركة. نظارة عالمية؟ عالمية يا ابوي نظارة ماركة. هذه ماركة شوف. وين ماركة؟ شوف هذا الكلب ماركة هذه. الضحكة. لا 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 يا شيخ خلاص خذها بلاش بلاش بلاش. سيديات افلام سيديات سيديات افلام سيديات سيديات افلام. عندك افلام اجنبية ابي اكشن اكشن مرة. هذا هذا كويس. عامل جوال الحق عامل. فين ابوي بتلحق؟ تعال بس تعال. يا اخي جوال انسرك مجنون. انستغرامي فيه، ايميلاتي فيه، صوري فيه. والله ما تحافظ عليه يرحمه. وش تحافظ؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اقسم بالله لا تقعد تحسب علشان جوال. خلاص الحين ازب منك باثنين حبه ابو خالي وسلطه مطحون. يلا تعال امشي امشي امشي. جود 20 ريال بلاش. ما يبي يتبع بلوش بلاش. ما في خوف، كل نفر يجي، كل نفر أكل، ما في خوف، واحد واحد، نفر نفر، واحد واحد، واحد واحد، واحد واحد، واحد واحد، ما في خوف، واحد واحد، واحد واحد، واحد واحد، واحد واحد. روح 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 السيارة أنا جبت لك. روح السيارة روح السيارة أنا جبت لك. أنا زبد. روح يا ولد يا فلبي. ما في يبكي، كل واحد واحد. يلا بسرعة يا أبوي أدى. يلا 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 يلا. 15 وجبة. الله اكبر 450. اوف استهبل انت. طق طق انت ايش فيك انت؟ ما مكتبين غدا مجاني يا حبيبي. غدا خلاص الحين ليل عشاء. هذا نظامكم؟ خلاص مغرب يا ليل الورع. انا معك فلوس؟ اي خلاص عطنا 15. يلا جيب 450 خذ ابو 15. يلا هلا والله. وين ذا الفلبل؟ يا شغالتنا ويا عيونهم ذا الممصعة. يمكن خطفوا يا واد. أما عاد مشينا ندور بعيال. حط 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 هنا حط. يلا يلا بسرعة يلا يا أبوي يلا. خليك هنا لا تتحرك. يا حلو يا حلو عبرنا يا حلو. وخر أنت ويا الله يشغلكم بنفسكم بس يا اللي ما تستحون.
يا فديت المعصب يا والله ما دق على الهيئة الحين. ايش عند امك تصور انت يا فلبيني؟ ايش عندك تصور يا وسخ؟ ايه 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 رجع جوا رجع جوا تبعنا تبعنا. وين وين وين؟ تعال ايوب تعال تعال هنا تعال. وش في سلامات؟ لا يا حبيبي ليش يصور البنات؟ بسلم القسم هو الجوال. لا يا شيخ. يعني يوم الاجنبي يصور تسوون فيها مرجله ونخوه واخوه ها؟ وانت قبل شوي تتحرش في البنات عادي. جاب الجوال وين؟ اي جوال اعطيه. جاب الجوال اقول. يلا ضف وجهك هناك مشينا. اقول انقلع بس هناك يلا مشينا. الحقيقة أخ عامر أنت والأخوان الوفد الصيني معجب جداً بالجولة السياحية اللي أخذتوها قبل كم يوم وحاب يعمل معكم مشروع سياحي في الرياض عن طريق شركتنا. بالعكس هم ضيوفنا وما سوينا إلا الواجب. بس وش المشروع؟ المترجم الآن بيشرح لكم المشروع كامل. بعد الجولة البارحة ومعرفة ثقافة شعبكم قررنا تمديد إقامتنا هنا والعمل على مشروع تجاري وأسميناه بالسكرة والنمل وستكون كالآتي. سلامات سلامات. أعمى أنت ما تشوف حمار أنت. وش سلامات هذه يا أبوي؟ خلاص يا أبوي بصلح لك. لا تقعد تهايط. ما تبي أعرف أنا وش اللي أنت تعرف تقعد ترفع عليه. نزل يدك. لا تهايط أقول لا تهايط. وش أتني شوف يدك ذي قسما بالله لا قصة عليك. هات كفو هات لا خالد يا متى تشتغل؟ تشتغل إذا جاء مطر ولا إذا جاء غبار تنظف العدسة زي كذا. ممتاز ما شاء الله ما شاء الله اختراع ممتاز وراح أتبناه وأنشره لك في جميع أنحاء العالم. شكرا 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 شكرا. اللي بعده. مساء الخير. مساء النور. كلمنا عن اختراعك. أنا اخترعت تطبيق الأجهزة الذكية. هذا التطبيق يعمل على الأشعة تحت الحمراء وتم تطوير التطبيق لكي تستطيع الكاميرا اكتشاف الجن. اكتشاف إيش؟ اكتشاف الجن. مو بصاحي ذا. يا جعلك الجن اللي يركبك براسك. قم اطلع برا قم. طيب شوفوا. سمعت إيش قال؟ اطلع برا. يلا. Thank you.
So, Mr. Faris, did you offer your app to anybody else? Yes, I did. And what did they offer you? Oh, unfortunately, they kicked me out. Really? What was the reason, Mr. Faris? I don't know. They thought I'm psycho. So, guys, what do you think? I think we should take more time. I think we should take it now. Yes, he's right. We should take it now before any of our competitors take it from him. And I'm sure that he will accept any price we offer. Okay, let's do it. Mr. Faris, we will take your application. Plus, we will register it under your name. Really? Thank you. But I have one condition. Excuse me, Mr. Faris. What is it? It should be launched exclusively in Saudi Arabia and for free for 1 year. Okay, we accept. Great! ننتقل إلى الجديد في عالم التكنولوجيا. سوف ينطلق حصرياً تطبيق على الهواتف الذكية. يتيح لمستخدميه اكتشاف أماكن تواجد الجن عن طريق استخدام الكاميرا. عليك جن يقول لك انت اللي تخوفهم يا ولد، انت رزق عينك، خليني اتفرج الاخبار. حيث يمكن استخدامه بعد غروب الشمس ابتداء من يوم غد. مرمطة كل يوم مرمطة يا راجل، مرمطنا. شوف 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 الرابع، شوف الرابع. بدير 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 بدير. هلا هلا هلا. اتحداك يا ثلاثة، يا ابو ثلاثة، يا ابو ثلاثة. صار لي يا ابو ثلاثة. يا عيال من حمل تطبيق الجن الجديد؟ كيف يا ابوي؟ الله يفكنا منه ولا تقول لي جن يا خواف. خلي الناس تجربه بعدين نحمله. اركد فديتك انت وياه زلايب. العب. شوف شوف الحين. وقف ما لا داعي حركات دي. حملت البرنامج حق الجن يا عيال. علي ذنكم. لا تصير خمه انت وياه. نبي نكتشف الجن مع بعض، اوكي؟ لا تهايط. اهدى يا عامر. اهدى انت. تكفى ما نبغى الجن وذا الحق، والله اخاف. يا عيال يا عيال اهدوا اهدوا. ما لا بلاي ستيشن احسن. يا ورق اركض فديتك ها، لا تقعد تهايط. تعال تعال خلينا نشوف هنا يمكن في شيء. ما في شيء. امشي امشي امشي. ايه يا اخي وخر، لا تتمسك فيني كذا. اهدى يا عيال. ياهو ورع انت ورع. في شيء اختراع اسمه السلام عليكم احم احم. ما عندكم؟ عندنا عندنا تطبيق الجن حملناه. تعال خلينا نشوف. مع السلامه. تعال 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 تعال. انت وش عندك هنا ها؟ تكلمني؟ لا اكلم امي. ايش عندك؟ انا لي سنتين ساكن هنا. اما عاد سنتين وما قطيت. اطلع برا استراحتنا ورا. اطلع. اما عاد طلعوا الجن زلايب. خير خير، وش عندكم هنا مجتمعين؟ الشيخ ابو فهد اشهر واحد هنا يمسك الجن، لا وبس 200 ريال وتطلع من عنده مثل الاسد. اتحداك يا الاسد، الحين اكشف لك علومه. تعال تعال. وين 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 سايق؟ وين وكاله من الله. انا مسحور. أنا ما تفهم، انا مسحور. انا مسحور. يا شيخ قلبي احس ان في رجال يمشي ورا الجن. يا رجال
سلامات سلامات سلامات. ما تشوف شر. وش عندك وش عندك نية؟ وش اللي وش عندك؟ نعم وش عندك نية؟ معك البحث الجنائي اجلس. الجنائي؟ ايه اجلس. خلاص اجلس. ابشر طال. نبي نفحص الرجال. ما في كل العافية. أقول ما في كل العافية قم. ما في شيء. ما في شيء توكل على الله بيتك بيتك يلا. أنا أفحصك أنت بعد. رح 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 ما في كل العافية. هنشوف أنت يا شيخ يمكن فيك بلا منا ولا منا. أوف جني وزول بعد. ما عليك يا شيخ لا تخاف لا تخاف. أعطني العصب. دافع على بلا. أنقل. يا زين عذبتني بعيونك قتلتني حسبي عليك حسبي يا كفت انت الجمال انت الدلال الدلال حسبي عليك حسبي يا زين عذبتني بعيونك قتلتني حسبي عليك حسبي مساء الخير والإحساس والطيبة مساء النور هلا مساء النور تفضلوا تقهوا معنا أتحداك القهوة بس أول شيء خلنا نشيك على الوضع لا تصورني خل عنك الخرابيط وتعال اجلس تقهوا معنا أوف 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 ما ما ايش تبي تعالي تعالي شوف يما وش هذا جن بسم الله الرحمن الرحيم خذي عيالس واطلعي من بيتنا جالسه جنب ابوي اللي ما تستحين على وجهه وهذه بنت استلعب في راسه ملاهي ابوي ملاهي يلا انقلعي برا يلا برا انا لا امي ايه انت تعالي تعالي رجع البيالة حقتنا درزم 25 ريال حسبينا رخيصة دي يلا أنت مو قاعدين تربع صوتك عليها قليل الحياة علمني لا يبا لا تفهم غلط يبا كانت جنية جالسة جنبك وهذا تطبيق جديد توه نازل وبيجربونه في السعودية يبين لك الجن وأنا بنفض أم الجن اللي في بيتنا وفي الرياض إيش ده يا أبويا ايش الجن ما يروح بقايل اللي شكلهم ما يقبل العلي ابو فحم اي هذا العيد هذا ارخص اخذ لهم ده يا ابوي وين فلسين الجن دول ولا اي واحد في البقاله الو قبل امس يا استاذ سود عامر 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 تكفى ابيك تشوف اذا في شيء بغرفتي يعني جدي ولا جنيه ورس خوافه انت ورس خوافه روحي نامي روحي لا ما ابي الله يخليك تعال اكشف طيب البرنامج موجود حملي وخلاص لا 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 يكفين عندك الله يخليك تعال تكفى اجل ب 50 ريال الكشف 50 ريال النصاب احمد ربس ولا اروح الغرفه لا خلاص خلاص اوكي 50 ريال بس تكفى يلا روح وبنكاجي بعد تبين تطلعين موزة والله والله لو تروحين بيروت ويحفرون في وجهك تحفير ما تطلعين موزة يا المقشع اطلعي برا يلا كلمني ايه انتي يا حليلة عامر تكفى الله يخليك شيك على الحمام أبشري بعزس بس بخمسين ريال هذا كله بعدين تقول لي خمسين ريال أوكي خلاص خلاص أوكي خمسين ريال بشيك
ما شاء الله تبارك الله، وجالس على الفرنجة حق اختي اللي ما تستحي على وجهك. اطلع برا، يلا انقلع، يلا اطلع برا انقلع انقلع. خذ راحتك يا الحبيب. ابد، خذ راحتك. نام بقى يا ريس. خميس ومالي خلق ازعل مهما تستفزوني، خميس ومالي خلق ازعل انا فوق السحب. اقسم بالله يا عيال ذا البرنامج قوي، صرت اكتشف كل الجن اللي في البيت. لا ومستغلين اكبر استغلال كمان. عفا عليك، امس هجولتهم في البيت، نفضتهم تنفيض، ما في مكان الا طلعتهم منه، في الغرفة في الحمام في الصالة في السطح كل مكان. عفا عليك. يجي الزبدة يا عيال، وش رايكم نسوي هاشتاج في تويتر ونكتب اطردوا الجن من السعودية؟ فكرة حلوة. تدرون اجل بهاشتاجهم الحين. اركد فديتك. بعد ما تغيب الشمس نطردهم. قفطك، ايش قاعد تسوي هنا ها؟ ايش قاعد تسوي ها؟ ايش قاعد تسوي هنا ها؟ وينكم؟ واحد واحد يطلعكم. حلوين. حلوين. خبر عاجل، لقد علمنا أن جميع الجن قد هاجروا من مدينة الرياض، وذلك بعد اكتشافهم لتطبيق الهاتف، وفي حال جد جديد سنعلمكم به. تفضل. أنا شيخ شمل الجن بالسعودية وطالبك تلغي البرنامج. يا أخي خلينا نعيش. موضوع طلع من يدي، صار البرنامج ملك للشركة في أمريكا. أوكي مشكور مشكور.
Please wait a second. Can you please turn on our new device? Of course. Okay. The Lord of Demons of Saudi Arabia asked me for help to convince you to block the application from their country. We're really sorry. We cannot do anything about it. We forced to launch this application on your country. But I have an idea. We can launch a bug which can terminate it. That will be really helpful. But we have one condition. I'm listening. العب عطى اتحداك يا شيخ يا ابو ثلاثة يا ابو ثلاثة صار الليل يا ابو ثلاثة يا ابو ثلاثة يا ابو ثلاثة صار الليل يا ابو ثلاثة اتحداك تفوز يا ورع ها قبل سنتين وقفتك على التعادل كنت بديتك قبل سنتين وحدك تعادل يا شباب تطبيق الجن ما قام يشتغل عندي حدث يمكن النت معلق ولا شيء روح عطى بسم الله الرحمن الرحيم يا ابو تلق بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله وين راحوا العيال بسم الله الرحمن الرحيم لا والله بشكش جاب ذا البزور هلا والله حياك وينك ادق عليك ورع ما ترد والله عارف انت لخبطه يعني ست جات من مكه واهلي كانوا عندي في البيت خالاتي وعماتي فالامور ملخبطه كانت لا يا شيخ ستك وعمك طبرك مركب خلنا نوصلك لا 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 تتعب نفسك بطلع اول الشارع واخذ تاكسي اصلا الشرها مو عليك الشرها علي ورع اللي اقول لك تعال اركب انقلع دربت يا عيال ما مليتم البلاي ستيشن شو نسوي وانا اخوك ما عندنا الا هو اقول له وش رايكم نلعب امبلوت اتحداك يا السبك ام عاد بلوت ثلاثه انا تعال وين شكش ما ادري بس تصدق اليوم يوم قابلته قام يصرفني حتى يوم قلت له ورا ما ترد على جوالك قال مشغول مع اهلي وما ادري ايش اتصدق ما صار يرد علي اتحداك اقول لك مع نفسه وانت غلية تخلع يهو يا كبير انت كفتة كم تبيع؟ كم تبيع؟ عطى عطى ايه؟ القم القم كفو يا كفتة اعتراض شيء والله العظيم ان شكش وراه بلا يا عيال ايش سالفته يا اخي تصرفاته ترى تلحس المخ وين بيروح يعني مصيرنا نجيب العلم ونعرف ايش وراه ياهو العب يا اخوي كبر لي العب العب انت كبر كبر ياهو هو ذا يا ابو يا خذ لك كاس ها هذيك طالع ورق خوي انت تصير مجنون ها واو روح يا خوي العب ما انا العب هسه رجع العب ياسر اي كفتة تعال ورا بسرعه تعال تعال دقيقه لا احد يناظر الورق استنى 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 استنوا ثواني ها امشي بسرعه ايش فيك المطفوق ازعجت ام الجيران تعال يا عيال قبل شوي شفت شكش وقف تاكسي وانا اللي الحقه والحقه الحقه الين ما عرفت وين يروح فين راح تكون راح يديت ولا من ذا الكلام تستهبل انت وجهك اي تديت يا عيال مكان ما يخطر على البال امانه تكفى قلنا وين هو فيه انقز انقز انت وياه اوريكم على الطبيعه يلا يلا قدام امشي
شوفوه يا عيال. استهبل وينه؟ شوفوه تحت السيارة. افا يا شكش، هذه اخرتها. والله صرت بنقالي. يا صديق كم الحساب؟ شوف كم الحساب، سوي تصرف انت وجهك. اتحداك ها، لا تصرف كم الحساب ما كم الحساب. والبدله ذي اللي لابسها ليش؟ موديل؟ يا عيال بلا شوشره واحراجات، هي روحوا. الحين انت سحبت علينا عشان انك صرت عامل في الورشه يا بنقالي. لا لا مو قصدي، بس انت عارف يعني ظروف الشغل. اما عاد ظروف، مقدرينك يا الخوي ان عندك ظروف، لكن تدري شلون؟ الونيه تبي لها تغيير بواجي، شيك على الماكينه والدروبوكس والجير، وغير بعد مويه المساحات يا ورع. ابشر دخل سيارتك هنا. اركض بديتك يا البنقاري. هذا شكش عيال ما شاء الله توظف وصار رجال، وظيفته مدير عام إدارة الفحمات والبواجي في الصناعية. يرحم أمكم بدون تصوير، خلينا نركز في شغلنا يا عيال. أتحداك يا أخوي أنت تشتغل، والشغل مو هو بعيب. اسمع المقطع هذا أبيك تنشره في جروب عيال الحارة. عفو عليك، أبا أنشرهم أمه بعد. كعبو سيارتك جاهزة 100% شغل يا صديق. ما شاء الله عليك، كم سنة أنت في شغل في السعودية؟ هذا الحساب 60 ريال. أما عاد بتاخذ حساب من أخوياك، أطلب الله أطلب الله. إيش تستهبل أنت؟ إيش أطلب الله؟ أنت اللي تستهبل ها؟ أركض في ديتك يا صديق. يلا يا عيال مشينا مشينا. موت قرم زيادة هي. صدقوني يا عيال عجبتني سالفة، كل ما خرب شيء في موتري وديته عند شكل شي يصلح ببلاش. حتى لو ما في حاجة في سيارتك خربه وديله. يا نذل يا عيال، دق علي اليوم راح الاستراحة ما رديت عليه، ارسل لي رسالة الرجاء سداد الأجار. هلا يا أمه، ذا مو بوقته والله، أنا طفران. عاد أنا أطفر منك، بس بروح للشايب إن شاء الله يعطيني. والله أنا نفس الحالة، أبتكي جنبه بخليه ينقها الله لهينه. وانا والله عيني على ابويا ياهو. ولا نكون حبايب. جسمك هلا والله فرع الورشه. ترى وصلت علومك، وصلنا المقطع. مبروك يا الوظيفه الجديده يا صديق. بالله كم توظيف الماكينه يا صديق؟ يا فقي سروا سروا هنا سري. هيا ايش صار يا ولدي؟ ايش ما صار يا ابويا؟ في الحاره كلهم قلبينها طقطق علي، وجوني الورشه وصوروني وفضحوني، والان وانا داخل عند الباب برضو في واحد طقطق علي. خير يا طير، انت بتشتغل لا بتسرق ولا بتشحت، والشغل معيب يا حبيبي. يا ابويا انا ابغاك تستوعب حاجه واحده. يا يبا انا عاطل، وبعدين شلون تبيني اصرف على نفسي؟ ما فيها شيء لو طلبت منك فلوس. ما شيء رجال، ايش كبرك ايش طولك ايش عرضك؟ ما تشوف نفسك انت؟ ما تشوف الشعر بوجهك؟ ما تشوف طول عمرك قاعد تاخذ مني فلوس؟ دبر نفسك. بيسرها ربي وبلقى وظيفه زينه، بس مشكلتي الحين كل الوظائف اللي لقيتها ابو كلب. اذيب ابو كلب. ايش تبي تصير يعني؟ شين وقوي عين؟ تبي تصير وزير ولا سفير؟ اسمع عاد شوف، هذه آخر مرة أعطيك فلوس من عندي. دبر نفسك وخلك رجال، عمرك تطلبني مرة ثانية. أبشر. لأني أنا أبغاك تعتمد على نفسك وما تمد يدك لأحد، وأنت ما شاء الله تبارك الله شاطر في الميكانيكا، جمع لك قرشين واستأجر لك محل في الصناعية وسيب الباقي علي. أبشر، الله لا يحرم منك أبويا. هلا والله، اتحداك يا السيارة الجديدة على البركة. الله يبارك فيك، الوالد مشتري لي انت عارف، بدل مرمطة التكاسي وكذا. اشتراها لك الوالد
ولا زارفها من الورشة. يلا يلا سلام سلام وراي دوام. قال ايش قال الدوام؟ حسسني انه رايح حرامكو. قال رايح الورشة وقضينا يا ورشة جي. ورشة ولا دوام المهم يلا سلام. سلام يا حلو يا دوام انت. حقاك. يا صديق ايش مشكله هذا صوت؟ في صوت مشكله جوا. مشكله سيارتك بسيطه ان شاء الله بكره تحصل اجازه. عفوا الاخ سعودي؟ ايوه سعودي. لا جد سعودي ولا ايش بك سعودي وريك هويتي؟ لا مو القصد حبيبي بس يعني غريبه سعودي وشغال في ورشه. ورشه تكفى عاد لا تقهرني وتقول معك شهاده. متخرج من الثانويه على طول جيت على الورشه. لا حول ولا قوه الا بالله. حسبي الله اللي حدك على هالشغله. ايش اللي حدك ولا ما حدك؟ هذه الشغله ترى هوايتي ومن يوم وانا صغير والان هي مصدر دخلي. اي بس يعني بيني وبينك ها ما تستحي. كيف يعني قصدي ما تنحرج من نظره الناس لك. سعودي وشغال في ورشه بين زيوت وشحوم وفي الحر ورا ما تشوف لك وظيفه تشتغل فيها بكرامتك على مكتب قهوه شاهي مكيف يعني حتى لو راتب قليل في البدايه. الاخ موظف؟ اي موظف الحمد لله. ما شاء الله. كم راتبك؟ يعني حول 5. 5؟ اي أنا أدخل في الشهر ضعف راتبك. الله ضعف راتبي؟ الله أنا أشك في هالمعلومة لكن عموماً الله يوفقك ويرزقك إن شاء الله. ما قلت لي اسمك؟ شكوش. شكوش حبيبنا شكوش. خلص السيارة زي ما قلت بكرة ولا تخبص فيها أضبط شغلك. من وين ما يحتاج. شوفك على خير. أنت معلم وإحنا منك نتعلم. ها ما رحت الجامعة؟ لا ما رحت نفسيتي زفت من هالجامعة. أفا سلامتك شفيك؟ ضغط دكاترة واختبارات كل أسبوع ومعدلي نازل. صراحة ودي أغير هالجامعة. الحين نعطيهم بالترم 40,000 وهذه أخرتها. من بكرة تروح تسحب ملفك يا ولدي ونسجلك في جامعة أهلية أفضل منهم واطلق منهم ولا رسلناك بتعاث برا. أبشر يا أبا على خشم. هات راسك أبوس هات. الله يخليك لنا يا تاج راس. أهم شيء رضاك يا ولدي. السلام عليكم. عليكم السلام. سمية حلو هذه قطة الاستراحة. أتحداك والله أبوك فلة. تسلفني يا يومين. معليش هذا حقنا. حقنا. صدق أبوي يوم قلت له أبي 500 ريال جدع عليه 50 ريال قال لي انقلع. شكل أبوك جلدة ماسك الدراهم مسك. لا تغلط على أبوي لا تغلط. تفهم ولا ما تفهم؟ لا هاي درجة. طيب اسمع شو ما تتسلفها من شكش؟ والله فكرة خاصة إن شكش اليومين ذي كاش. يا ابوي من زمان انا ما جيت الاستراحه ولا طبيتها. تجي ما تجي هذه مشكلتك. انت التزمت معنا بالقطه وبتقط زيك زينا. اذكر القطه كانت 500 كيف صارت 1000؟ شرينا شاشه وثلاجه يعني رفعناها. امري لله بس. شوف من الشهر الجاي لا تحسبوني معاكم في الاستراحه. هلا والله بالدراهم. اتحداك ما تجي. بالعافية ترى دي بكرة بنسلمها خلصها اليوم. يا شكوش حبيبنا وينك؟ هلا هلا. سلام. هلا وسهلا. اخبارك؟ تمام. طيب خلصت السيارة؟ خلصت السيارة وامورك جاهزة. روح عند المحاسب ادفع وبستلم مفتاح. اهم نقطة قلتها المحاسب. انا ابغاك في موضوع بعيدا عن المحاسب والمفتاح. موضوع ايش؟ تعرف احنا في نص الشهر والوضع المادي لك عليه فودي تصبر لي لين نهايه الشهر مع الراتب اعطيك الحساب. الى متى؟ الى نهايه الشهر مع الراتب. امتحنتني امس كرامه مع كرامه والسعودي مكيف ومدري ايه وترتنا في الكلام. أصبر. ودحين لا يا ابوي ما اعرف كذا وحاسب. يا عمي اصبر. طيب انت اصبر حبيبي. انت سعودي صح؟ وانا سعودي. قدر ظرفي وقدر ظرفك يعني لازم نكون يد واحده لين نهايه الشهر وبيجيك الحساب ان شاء الله. يا ابو كرامه خلي الكرامه تنفعك. روح عند المحاسب وادفع الفلوس. وين المحاسب كذا؟ هناك على اليمين. وكرامة. هلا والله بياسر. هلا وينك لطعتني يا اخوي. يا ابن الحلال الطاقية ضايع قاعد تدورها. الزبدة دبرتها قطة. تستهبل؟ هذه حقتي وهذه حقة شكش.
هم لعبت عليه السبك. عفو عليك، لعبت عليه ونص بعد. عداك العين. من كثره. دزها يا شنب. بعد ما افتتحوا العروبة راحت على خريص الزحمات، شارع عريض وجنوبة كنا سباق الراليات، كنا سباق الراليات. جانا القطار بدروبة ولا تقاطع ولا إشارات، بقلبها حمص ومقلوبة واشرب وراها نعنا، واشرب وراها نعنا. أبوك يا الطفش. آمل تعال. منين جاي؟ من الاستراحة. منين جاي يعني؟ من الاستراحة بس. خلاص حياتك حياة سلاح، بالليل سهر أول نهار نوم، الناس يطلعون يترزقون الله ويشتغلون، وانت بس هذه شغلتك. ابشر بعزك ان شاء الله. ابشر بعزي متى؟ بدور وظيفه. ابشر بعزك. بدور وظيفه، هذا شغلك بس رايح جاي رد. اقول ما انت بنافع نفسك، فكر بنفسك ادلف. اعوذ بالله. ابشرك ابويا، الشغل تمام وماشي 100%، واستفدت كثير. طبعا هذا كله فضل من الله ثم دعواتك. وابغى اهديك كذا هديه لعيونك يا بابا. تفضل. لعيونك. ما شاء الله جوال، الله يوفقك. بحول الله انا حنفذ لك وعدي في اقرب وقت باذن الله. الله لا يحرمني منك ابويا وازهلها. هلا والله بالعود البطل. من وين جايبه؟ هذا اشتريته من حلة العبيد. طيب تعرف تعزف؟ لا لا ما اعرف، في واحد يمني علمني. يمني؟ الله على جلسة العود والفلة. دقائق عندكم. أقول لك العود هذا حقيقي. أقول لك خله كفتة. تعال تعرف تعزف أنت؟ عزف حتى معكوس. وركد فديتك. يلا ورنا. انت مسهل يا النزغه. طيب اسمع الحين بسالك، لا منك نعمت تروح تدخل عادي مع الحريم بالعرس؟ لا يا شيخ. ممنوع استحاق الاطفال، ممنوع. اي والله انك صادق. طيب يدخلونه مع رجال عادي؟ عادي، صغير زحفيني بقوه. اقول اركض في ديتك لا تهايط. ها جيب العود. يلا توكل على الله. يلا توكل على الله. يلا توكل على الله. يلا كدوش امشي امشي. نبرك السيارة يا كدوش. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أقول لا يكثر، بس لا يكون زارفها من الورشة زي بعض الناس. أقول لا يكثر أنت، هذه تو أبوي طق لي وكالة. أركض بديتك يا الوكالة. مبروك مبروك يا كدوش. أقول لا يكثر أنت وياه، تبغى تركبون معي تتميلحون وروح التحلية ولا أمشي؟ لا 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 شي. يلا ركبوا. يلا أركب أنت. أركب أنت. هذه الورشة قدامك، أجرها 100,000. كم؟ 100,000 أجرها. 100,000؟ يا أبوي هذه خردة يا أبوي. إيش 100,000؟ يبغى لها ترتيب، تنظيف، نجيب لها معدات ونشوف الكهرباء. ترى في زباين حازين ما أخذتها. تو عليك. يبا أبيكم موضوع. شو عندك بعد؟ سيارة تونا شريلك سيارة. طفشان وزهقان وناقصني فلوس، ودي أسافر. وأنت بتسافر له؟ أبي أروح دبي. تكفيك 10؟ يبا تكفيني. خذ 20 بس، راح استانس وانبسط. يا رب يخليك لنا يا رب. الله لا يحرمني منك. أبشرك يا أبوي، رحت عند الجماعة وخلصت كل الإجراءات وكل الأوراق.
واعطيتهم عربون وقالوا ان شاء الله بكره حستلم الهنقر. ما شاء الله، ربنا يزيدك ويبارك لك وان شاء الله تكون بدايه خير يا ولدي. وبعد كده خلاص كل حاجه علي، العمال والمعدات واجراءاتهم اي حاجه، وحسوي لك حفل افتتاح ونعزم جميع عيال الحاره. حبيبي امي الله يحفظك. روح الله يوفقك يا ولدي وينور طريقك. هلا سامي. هلا حبيبي. هلا والله. هلا بك. ها كيف دبي؟ ان شاء الله مبسوط. الحمد لله الحمد لله. ما شاء الله تطلع اسبانيا ما شاء الله عليك. طيب خلاص الليله ان شاء الله في حسابك. يلا بس اهم شيء انتبه لنفسك. سلام سلام يا جماعه، سلام سلام يا جماعة، يا للكرم والشجاعة، يا للكرم والشجاعة. إلي كشكات وكاشكلت، إلي كشكات وكاشكلت. تفضل أبوي. بسم الله. الله يسعدك. ما شاء الله تبارك الله، ألف ألف مبروك على الافتتاح حبيبي. الله يبارك فيك، هذا من خيرك وإن شاء الله أكون عند حسن ظنك وأرفع راسك فوق. هيا اسمع نصيحة أبوك. الله الله عليك بزباينك. ثاني شيء عمالك لا تأخر لهم الرواتب، تكفى يا ولد أبوك. ما يحتاج، وظفت اثنين. ما شاء الله تبارك الله. هو سعوديين. اطلع لك فيهم البركة يا رب. تعال أعرفك عليهم. بسم الله. هذول هم. يعطيكم العافية يا شباب. أنا الكهربائي. وأنا الميكانيكي. أركب بديتي. هلا والله بالكامري البطلة. شريكي شريكي. هلا مرحبا يا ابوي. تراني من طق الباب قاعد اشيك على السمكرة. شايف قطر الكامري يا حبيبي. اي والله وبشتريها ان شاء الله. شوف عندي ذي 2015 وانظف. 2015. هلا والله بال 2015. عاد حداك يا كبير انت يا كبير. على كم هي؟ سيمتها ب 55. اوف 55,000 ريال. والله الموتر نظيف ويستاهل اكثر، انت بتشتري ولا تعطلنا؟ اي بس انا ما معي الا 35,000 ريال. وش ذا يا اخوي؟ الغلا عندكم واصل حتى في المعارض. 35؟ لا يا حبيبي الاسعار دي ما عندنا، توكل على الله. طيب لا تنفخ ها؟ تفهم ولا ما تفهم؟ توكل على الله بس. انقلع. دور كامري يا طيب. انت تشتغل هنا؟ لا لا ماني بشغال. اجل انت شريطي تخرب على حق المعارض ها؟ ايه. طيب الكامري نظيفه؟ ايه نظيفه ما في وصف. مثل ذي؟ ابد اختها ازين منها بعد. جي لكس فول كامل. على كم؟ والله الرجال حادها ب 35,000. اتحداك يا شيخ 35,000 ريال. 35,000 ريال؟ اي بس لا تكون مصدومه ولا جايها شيء. لا 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 ما طقها شاكوش، الموتر جديد ونظيف، بس الرجال محدود بيبيع. هلا والله بالشريط البطل، اجل خل نروح نفرغ. لا 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 الموتر ما هو فريض، الموتر فق رياس. كانك رجال صامل اعطيك رقم الرجال، انت صامل عاد نشوف غيرك، الرجال الواجد بيشوف. صامل يا رجال نشتري لو في امريكا. اجل مشينا مشينا. اتحداك يا كبير. هلا ياسر. أقول لك أبشتري سيارة في القريات، أبيك توصلني. أما عاد سيارتك في الورشة. طيب شلون أروح الحين؟ تستهبل. أما عاد أروح مع كفتة. يلعن إبليسك على مشي كذا. تجي السنة الجاية وحنا باقي ما وصلنا يا ورع. وش الفائدة من السرعة؟ الموت أسرع. يا أخي وش هالجو؟ لا مكيف سواقة تجيب الهم. خذ. يا أخي اسرع يا أخوي اسرع. مهدي ليش؟ أنت تمشي على بيض. نويل ماشي على 20. ترى ما معنا أحد حامل من الحلال، خلاص امشي. ما عجبكم؟ أرسلكم في أم شارع. وش تقول؟ فكرني فكرني.
الا كذا، واحمد ربك انه ما نزلناك يا ورع. كني عامر كب عنك اللعبه هذا انت وشكش. كني استاهل. سهر سهر انت منتبه، خله يصوره ويدفع الغرامه هو. هذه حداك ريح. لا 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 يا اخي والله ورثتني، والله ورثتني في الغرامه. حرام عليكم. ادفع ادفع معه الغرامه. حرام عليكم يا اخي. بكني بكني يا اخي والله حرام. هلا والله بالعيال. ابوك يا كزه. خير خير خير. سلامات. في احد قال لك نظف؟ ايه ما تسمع انت؟ ما في مشكله. ريالين بس ريالين. اقول امشي مش توكل على الله. على كيفك. هي عاد حداك يا الفار. فكني ابغى اروح حمام. لا يا شيخ علينا الحركات دي. خليك خلك تخيس هنا يا فار. فكرني هندشة انقذني فكرني. عيال بشوف اذا عندهم شقق فاضية ولا لا. سلامات سلامات. خير ايش في؟ اشهد علىهم خطفوني من الرياض. اشهد اشهد علىهم. بالله يا الحبيب ابى اسالك الاشكال هذه تصدق انها تنخطف؟ لا والله ما اصدق. طيب مشكور الغالي. شفت يا ورع، الله ما حد يصدقك انك مخطوف، لكن تبي تعقل وتثقل وتصير رجال ابى افكك. فكني خلاص ابى افكك. اعقل. بس لعبت تهايط. بالله عامر دق على الرجال شفوني فيه. ما تفوق انت؟ ادق على الرجال الساعه 2 الصبح. انت بصاحي انت؟ طيب ارسل له مسج واعطيه خبر انه احنا وصلنا، وكمان قول له انه احنا بنجي بكره. ما عليكم منا، المهم الحين ناموا وريحوا. انا بنام في الغرفه. وانا بنام في الغرفه. افا طلعتوا مطافيق، لكن تستاهلوه، ما قصرتوا معي بالخط. ناموا بالغرفه وانا بنام على الكنبه. وانا فين انا؟ انت نام في البانيو، منها تتروش تنظف يا ولد. تفضل هذه السياره شوفوها. هلا والله بالبطل البطل. اتحداك يا كبير. سياره نظيفه وجديده وعلى الشرط مكينه وقيد. يا كابتن هنا ما يبغى لها سمكرة؟ هذه حكة بسيطة والموتر جديد وتراه صيدة. خلينا نقرب المساحات تشتغل ولا لا؟ لا يا ابن الحلال اسمع يا عامر، احنا راح نوديها حفرة زيت ونشيك عليها ان كان فيها طقة منا ولا منا والأذرعة والمقصات، ونشوف ان كان فيها تهريب. انا بايعكم ذهب. انا لو ما حددت الظروف ما بعتها ولا الشرايين واجد. ما عليك منهم، هذول الزلايب. وانا ما جيت من الرياض الى هنا وتعنيت الا وانا شراي وصامل بعد. الله يبارك لك. الله يبارك بك. هلا والله بالكامري اللي تطيع شوري واوامري. والله ولقيتها صيده يا عامر. رفع عليك. صدق ذي السياره لو وديتها للرياض وتبيعها بتجيب لك اقل شيء ربح 10,000 ريال. اتحداك ابيعها. اصلا اذا رجعت الرياض بطلع كرت عائله وظيفه واسميها كامري بنت عامر. اللي تعال الشباب كانوا ورانا وينهم؟ يا رجال اترك عنهم، نفسيات هذولي تلقى بيننا وبينهم 500 كيلو. لا يرحم امك يا عامر، حتى احنا طلعنا من الرياض سوا يبي نرجع سوا تكفى. لا يا شيخ سوي فيها حنونة ورع. اركد فديتك. تلقى الحين شكش قافله معه من كفته. اي والله صادق. اوف اوف ايش فيك؟ اوف شكلنا بنشرني يا ولد. اما عاد مو بوقته. لا حول، مو بوقته ذا يبنشر الحين. أيوة والله مو بوقته. ما ينفع لازم نغيره. شو السوات؟ تعال نغيره بس يلا. سلامات سلامات. عسى ما انشر ابوي.
سلامات. ابد الكفر بنشر. اوه لا سلامات. يلا خلينا نغير، خلينا نغير يلا. كفو بيض الله وجهك. وجهك. تعال تعال تعال. بيض الله وجهك. حبيبي تحت. ما قصرت الغالي. الله يخليك ويبارك فيك ان شاء الله. ما قصرت. يعطيك العافية ما قصرت. وصلوا وصلوا شوفوا يا خمجال. وش بك انت وراك كذا؟ ها؟ تراك اشغلتنا انت يا السلحفات ها؟ ساعتين احنا ننتظرك هنا؟ اقول له اعطينا فلوس، اعبي بنزين. يا رجال حرام في هذه تعبي بنزين، المفروض تعبي مويه وتخب عليها. يا ابوي بمشيك عادي انا ماني ماشي بعدين ماشي على 20 وتر وتر حياه. ويوي تترك صاحبك؟ اقول لك بلا صاحبك بلا هم. يا عيال يا ابن الخصوم. خلاص 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 لا تقعد تهاوش انت وياه. اسمع انت يا ويوي خذ هذه 200 ريال. وانت شكش اركب معنا عب بنزين والوعد الرياض ها ياهو يلا انقلع انقلع لعد اشوفك يا رب تنصدم الحمد لله على السلامة الله يسلم سلم هلا والله بالزقرد تفضلوا تفضلوا الله يحييكم الله يحييكم الله يحييك بسم الله الآن يحضر لكم أحلى ربع تيس بمناسبة السيارة الجديدة بس ربع تيس تراها أربع قطع من الحلال خلها نص تيس بطنك في دود أنت خلها خفيف تستهبل خلاص يا ابوي ربع تيس اذا اكلته الخير واجد نطلب غيره يا للي من زمان على اللحم يا ابوي خش على الدش خش يا ضرس ها اركض بديتك يا محمد عطنا ربع تيس توك تقول نص تيس نص تيس لعيونك تستاهل حبيبي تستاهل يا سو حبيبي ها كيف السياره عيال قدام تعطيك ها اركض بديتك هلا بالعيال كثر الله خيرك يا عامر جد الله عليك صحة وعافية الله يعافيك مش عندك تدحوس عند السيارة يا ابن الحلال أنا ما أدحوس ولا شيء اذكر الله أنا موترك بصراحة عجبني وأنا رجال أنا بشتريه وش قلت يا حليلك تبي تشتريها أقول توكل على الله أنا توني شاريها يا رجال اسمع أنا رجال أنا بعطيك 80,000 ريال بعلي يا رجال توكل على الله ها؟ وقف وقف اسمع أبي الدراهم كاش لا تقول لي شيك ما شيك لا يا أخوي ما عليك فلوسك إن شاء الله كاش تبي تأخذها لا تشيل هم كاش ما عليك أكيد أكيد ما عليك أجل كمل كمل يلا أوه تذكرت الشاحن في السيارة بروح أجيبه لا تزرفني ها لكات قديمة هونت ماني بايع ها وش اللي هونت انا يا اخوي ساحب لك 80,000 ساحب لك 80,000 كاش وتقول لي هونت العين ساحب 80,000 ما انت بساحب مو بشغلي سيارتي وانا حر فيها ها على هونك يا ابن الحلال الدعوه ذي هونت بسرعه بالطريقه ذي وهذا ما هو بطريقه ترى يجيني يبيعون ويشترون الكمبيالات جد كتابتها والفلوس انت امرها ودلالاتنا بناخذها يا ابن الحلال الدلاله وماني بدافعها وبالنسبه للمرجله انا بزر ايش عندك يلا مشينا يا عيال يا اخي انت كيف يا اخي مخك ايش يا اخي ليه ما بيتها لا يا شيخ بكيفي سيارتي وتجيب لي اكثر ما بقول انسبها يا ابن الناس العود من اول ركزه يا ابن حلال بيعها والله ما تجيب لك زي ذا السعر اقول لا تقروشني انت وياه ابنزلكم بيوتكم الحين وانا بروح ارقد بالاستراحه وبكره اوديكم المعارض وتشوفون بعينكم كم تجيب لي
هلا ياسر، يلا حنا في المعارض لا تتأخر علينا. أوكي مع السلامة. يا أبويا مالنا ومال القروشة ووجع الدماغ، كان بعت السيارة أمس وفكيتنا. لحول تستهبل أنت تستهبل، الحين تبي تشوف بعينك كم السوم. أركض في ديتك ها. عساك استخرت. إيه استخرت. أفتح باب هاجل. أفتح باب. أفتح أفتح كبوت أفتح كبوت أفتح كبوت. من يشتري السيارة؟ من يشتري السيارة؟ افتحوا باب يا رجال. شد بلد منطقة الشاكوش مع راعية وكالة. الزين يا الزين الزين يا الزين. كم؟ 40 40 40 40 من يسوق؟ 50 راحت 50 50 الزين يا الزين. شد بلد 50 من عند زود 80 80 80 80 الزين يا الزين الزين يا الزين. مبارك له 90,000 شاورة 90 بع ما نبايع 90 من عند زود من زود 90. خذ العلم يا ابوي 100,000 ريال وكاش الحين تاخذها. 100,000 ريال مبارك له مبارك له مبارك له مبارك له يا رجال. لا لا تبارك له ما نبايع. 100,000 ريال 100,000 ريال يا رجال بيع. ما نبايع يا اخي ما تفهم انت. 100,000 ريال من عند زود من عند زود 100,000 ريال. وانشف يا ولد وانشف يا ولد. الو ما شاء الله تم القبض على جميع افراد الشبكه يعطيكم العافيه ما قصرتوا مع السلامه. ممكن نفهم وش السالفه طال عمرك؟ تسالني وش السالفه ها؟ انا اقول لك وش السالفه. انتوا كنتوا في المعارض تدورون سياره بمواصفات معينه وللاسف ما كنتوا تدرون ان في شخص يمشي وراكم بدون ما تدرون، والشخص هذا كان ناوي يبحث عن شخص يستغله او يعملك كمصيده تهمه. فلما عرف بالضبط وش المواصفات السياره اللي انتم طالبينها جاكم وعرض عليكم سياره وقال ان السياره هذه في القريات. طبعا يا اخوان احنا كنا معكم خطوه بخطوه ما تركناكم، كل هذا علشان سلامتكم. لما وقفتوا تعبون البنزين جاكم عامل علشان يمسح القزاز تبع السياره. العامل هذا كان من افرادنا، قاموا بواجبه هذا الرجل وركب لكم جهاز متابعه في نفس سيارتكم. الوقت هذا كان ذيل الثعلب يجهز السياره ويجهز في نفس الوقت المخدرات اللي بيحطها في نفس السيارة. لحد ما قابلتوه أنتم بأنفسكم وكنتم متلهفين تبون تشترون السيارة بأي قيمة. طبعا لما خلصتوا معه ومشيتوا أرسل وراكم شخص علشان يتابعكم خطوة بخطوة. تتذكرون لما بشرتوا اللي ساعدكم كان واحد من أفراد العصابة. طبعا أنتم خلصتوا مشيتوا وكنا شايفينكم لما جيتوا مشيتوا بسرعة ومريتوا قدام الدوريات اللي كانت واقفة الخاصة فيه. عمليات عمليات الهدف توجه للرياض. كل هذا ما قلنا شيء، وقفتوا في فترة من الفترات وكان في واحد جالس ينتظركم برا باب المطعم ويراقبكم وكان من أفراد العصابة. لما طلعتوا من المطعم جاكم وعرض عليكم أنه يشتري السيارة بحجة يعني أن اللوحة عجبته وعرض عليكم سعر مغري، وأنتم طبعا ما صدقتوا على طول رحتوا للمعرض. ولما رحت للاستراحة العصابة ما صارت غبية، وقفت واحد على باب الاستراحة. الحد ثاني يوم لما طلع من الاستراحة
صار يتابعك أول بأول. لما عرف أنك رايح للمعرض جن جنونه، اتصل بالشبكة على طول يبلغهم. فلما اتصل بهم جن جنونهم كلهم وصابهم هوس، واجتمعوا كلهم في مكان واحد وتم القبض عليهم. وبكذا انتهت مهمتك يا عامر. عامر؟ اي نعم عامر. عامر رجل ولا كل الرجال، ما قصر معنا. في الوقت اللي انتم كنتوا فيه في المعرض طلع عامر علشان يجيب سلك الشاحن من السيارة. في الوقت هذا مسكناه، تكلمنا معه وقلنا لا تبيع السيارة لأن السيارة مقصود بها عمل سيء وتهريب المخدرات. فالرجل اتفق معنا بعدم بيع السيارة. كثر خيره، تعاون معنا تعاون تام. أتحداك. أركض في ديتك. ها أركض في ديتك. البني جاهز؟ لا بعد ما خلصت ابو بوي. تستهبلين انت؟ العيال تحت ينتظروني، خمس دقائق ما يخلص افقع وجهك. تفهمين ولا لا؟ وش قلتي؟ اقول الله يرزقني بواحد مثلك يعني. اشوى. نرحب بكم مشاهدينا الكرام بضيفنا الاستاذ احمد مهتم بحقوق المرأة. أهلاً وسهلاً فيك أستاذ. أشكركم عزيزتي المذيعة وأشكر القناة على استضافتكم لي في هذا البرنامج الذي يصعد موضوع المرأة. موضوع المرأة وحقوق المرأة متشعب وله دهاليز، هذا الذي يعتقده المشاهد والناس والمجتمع، ولكن هو بسيط. المرأة الأم والأخت والشغالة حقتكم. معامل يا معامر. خير خير. ايوه ايوه يا ابو عامر. هلا والله سم. عامر ماذا تبي تخلصي من ريحه هالبصل؟ البسي ثيابك تطيبي. اعوذ بالله. كنت اطبخ الغداء. حتى ولا طبختي الغداء ايش يصير؟ اسمعي رتبي المجلس، ترى جيراننا بيجون عندنا الليله. خير ان شاء الله. لكن أستاذ أحمد، في بعض الناس يقول إنه قيادة المرأة راح تتسبب في كثير من المشاكل. عزيزتي المذيعة، في دول العالم المتقدم تقود المرأة السيارة، إلا في بلدنا. لماذا؟ أنا أقول لك، المرأة تطاعش، المرأة تقود الجيب الشاص في النفوذ، وهي متبرقعة وبكل سهولة تعشق وتعشق الدبل فتطلع. هل هناك قانون ينص على ذلك؟ لا عزيزتي. شد يدك يا خوي، شد يدك. الله أكبر. سلام سلام عليك. مهزومين إن شاء الله. يلا خوي بس حكم أشكال. الله الله. يا سلام يا سلام. الو ابو عامر، ما هي تعبانه، حرارتها مرتفعه، نبي نوديها المستشفى. البنت من ترفع حرارتها عاطوها اي مسكن، بلا مستشفى بلا غيره، ماني فاضي. يلا بس بلا دلع بنات. فكونا. العب يا صاحبي، العب غالبيني مغالبيني. أكيد أكلينكم. يلا أبرة أبرة، بعدين بعدين أبرة. نيرس
دكتور؟ أنا ساعة وجاي. في مريض كبير دكتور. خليهم يستنى. كيف كان الدوام؟ لا تكثر بربرت، روحي أعطينا غدات يلا. ما طبخت والله. ماذا سنفعل لما رأيناه قبل قليل من سوء معاملة الرجال لنساء كوكب الأرض؟ ستكون لنا ردة فعل قوية على رجال الأرض. مهبل! ها! مها! يا مها! أم عامر! عامر! مها! عامر! ها! وش بك يبا وش بك سلامات؟ وين أمك وأختك وينهم؟ يمكن بغرفتهم. غرفتهم؟ باهم غرفتهم؟ دورتهم؟ دورت كل مكان ما لقيتهم. وين إبراهيم؟ أفا! وين راحوا؟ أنا أدري؟ يا حنان! حنان! الوحدي! يا حنان! حنان! نيرس! 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 في خبر عاجل وردنا الآن بأن جميع النساء قد هاجروا إلى كوكب الزهرة في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم، وذلك احتجاجاً على سوء معاملة الرجل لهم. صوب راسك كذا، وصوب رجلك كذا، وميل خصرك كذا، وارقص وارقص يخرب بيتك ارقص. هلا بالمبرمجين. هلا والله. هلا والله. اتحداك. شلونكم؟ وين يا ابوي التكشيخ والرسم والحركات؟ ابوي لك اكشخ لك انت الاشكال هذه، يا ابوي ما في حريم، مكشخ لمين؟ والله انك صادق عاد. يا ابوي بما انه ما في حريم اليوم اقوى بارتي ببيتي. يجي اركض في ديتك. تعال تعال يا السور. ابوي هنا. وصوب رجلك كذا، وميل خصرك كذا، وارقص وارقص يخرب بيتك ارقص. هيا اسمعوني، ما نبغى عزار، ما نبغى اي شغل، اليوم تكسير رؤوس. افلح انزرع وخلصنا من المقلق والغثا. اسمعوا الليله ويل الصبح لعب، ما فيك سرينا ما سرينا. ايش رايكم يا جماعه؟ كل يوم نحوس البيت دام ما في احد ينظف. حلو، ممتازه، فكره ممتازه. حكم يا الله. أشكل أشكل. الو، هلا يبا. اسمع عامر، مر احسن مطعم وجيب لي غدا، ترى يميت من الجوع، لا تاخر علي بسرعه. طيب طيب ابشر. طيب مع السلامه. يا ولد وش السالفه، زحمه في كل المطاعم، أدز هالمطعم ثاني. أبوك يا الزحمة. هالمرة ذي عاد لازم أجيبها. عمر
اشوف الزباين. دقيقه يا عيال، ابوي تعبان برا، حالته صعبه، رجاء عيال اهدوا شوي لو سمحت. حبه مضبي مع الرز. حاجه ثانيه؟ لا بس كثر السلطه. ابشر ابشر، حسابك 100 ريال. اما 100 ريال تستهبل انت ليش؟ هذا سعر السوق، حبة دجاج مع الرز 100 ريال، تبغى ولا اشوف مطعم ثاني؟ خلاص امسك امسك لا تنفخ. خلاص خلاص هاي يمه، وش تفكرين فيه؟ يا الله من فضلك أشوف هالجو الجميل وهالمناظر الجميلة، أقول ليت أبوك وأخوك كانوا معنا. يا يمه بلا أخوي وبلا أبوي، الحين هذا وقتك، انبسط بعوض اللي فات. نعوض ليش لا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير، ونرحب بكم في برنامج كورة الذي يناقش أحداث الكرة السعودية. ويسرنا أن نرحب بضيفنا الأستاذ أحمد المهتم في الشؤون التحكيمية. كيف شفت مباراة النصر والهلال اليوم؟ هل في أخطاء تحكيمية مؤثرة؟ وهل يخفى البلنتي يا حبيبي؟ وهل يخفى البلنتي؟ أنا بأفهم الحكم ليش ما احتسب البلنتي؟ ليش ما احتسب البلنتي؟ ليش؟ بعدين الحكم هذا كيف يقود المباراة بشكل غير صحيح؟ ليش؟ ليش؟ السلام عليكم. عليكم السلام. يبا ما شفت الثوب البني؟ لا شيء. دور ثيابك مكانها لا تحطها فيه، لا تثنيني ما ادري وين. الله يذكر اسمك بالخير يمه، مثبته كل شيء بمكانه. في المطبخ، في الصالة، في السطح. افقد امك كلنا. الله يذكر تسوي الخير يا معاذر. أنت اللي تهتميني فيني، وأنت اللي تراقبيني، وأنت اللي تشوفين وش أنا بي، وأنت اللي تضربني إبرة. أي الله يعين على هالدنيا بخير. تصدق ما دوام تمس، ما حد صحاني يا رجل. شرحك سير يا رجال، بالعادة أمي تقومني لكن لا ثوب ولا تنورة يا شكوش. أبوي ملابسي في المغسلة ما بتخلص إلا بعد أسبوع، فقلت ألبس الثوب القديم. عاد تصدق نفس الكلام، أنا رحت المغسلة قالوا لي فل قوي، ميم خلص إلا بعد 3 أيام، ولا ودافع حق مستعجل. وأنا بعد رحت المغسلة قال لي مرسي قوي، ما في إلا بعد أسبوع. فالمشكلة والله وضعنا مزري جدا بدون حريم. يا حليلي يا يمه، والله كانت تجدع كذا الثوب بالغسالة نص ساعة نص ساعة، المهم على طول عنا الشافة والثوب سلام سلام. ولا تهون أختي مها، ها؟ لحد يعلم اسم أختي، ها؟ ما يا جماعة لنا شهر كامل بدون حريم وحالتنا والله إنها ما تسر. أوه فقدتوك يا زراء وزاد في الوجع. أوه فقدنا كل شيء زين، فقدنا الأكل الزين واللبس الزين، حتى عيالنا الظاهر إنهم ضاعوا. الله يستر، لو استمرينا بهذا الحال شكل امورنا كلها ماش. يلا على بابك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم، يلا على بابك يا كريم يا كريم يا كريم، الله ترد الحريم الحريم الحريم، الله ترد الحريم الحريم الحريم، يلا على بابك يا كريم يا كريم يا كريم، يلا على بابك يا كريم يا كريم. الحريم الحريم الحريم، الله ترد الحريم الحريم الحريم، الله
الزهرة. نعم، ماذا تريدون؟ نبي نرجع الأرض، نبي نرجع لبيوتنا. أنا ما أتيت بكم إلى هنا إلا دفاعاً عنكم وعن حقوقكم التي سلبها الرجل. يا بنت الحلال، وش لك بحقوقنا؟ راجعينا لبيوتنا. ما نبغى نقعد، رجعينا. أنا أبي أقعد، ماني راجعة، ما أبي كوكب الأرض. سوف نرجعكم، ولكن بشرط أن تكتب كل منكم تعهد بأن لا تشتكي من معاملة الرجل لها بعد الآن. يا معشر الرجال، أنا ملكة الزهرة والمسؤول عن هجرة النساء. نبي حريمنا. سوف يعودون جميع النساء إلى الأرض بناء على رغبتهم دون أدنى مسؤولية علينا، وذلك ابتداء من صباح يوم غد. هلا مرحبا، تفضلوا. هلا والله، سعد مبارك. هلا والله، تو ينور البيت. واحنا تبهذلنا من دونكم بهذله عشان تعرفون قيمتنا. لا اصلا الوحده من غير زوجها وعيالها وبيتها ما تسوى شيء. هذا الكلام اللي يجمد على الشارب. صدقتي يا ام عامر. تفضل. الله يحييكم. احلى بوفيه لعيونك يا ام، انت ومها. ترى هذا مو بحقكم، ها حقكم بعيد. هلا وغلا ومرحبا، كيف قوة قلبك يخليني لحالي؟ أنا عارف السبب، ومعذرك والله، أنا مختي وأنا آسف. وهذه هدية بسيطة ياكل كلي. تفضلي هيها في بيتها، هيها عزيزي. أنا أريد أن أجاوبك. المرأة تقود رجلها في البيت، فكيف لا تقود سيارة؟ لحظة، كيف تقود رجلها؟ أنا أجاوبك. المرأة تذهب إلى السوق وهو شايل الورع، يذهب إلى قصر الأفراح وينتظر إلى آخر الليل. طيب لحظة، واسمعني. بهدوء. اسمعني. أرجوك رجاء لا تقاطعني. يأتي إلى قصر الأفراح وينتظر إلى آخر الليل، وهي بكل أريحية زي كأنه الخروف. طيب تقوده. طيب كأنه الخروف. طيب اهدى. طيب كانك توصل فكرتك للمشاهد بس بهدوء. أوصل فكرتي غصب عليك، تسمع ولا لا؟ لحظة، أنت ليه مشتكي؟ اسمعني أرجوك. طيب تفضل. أرجوك لا تقاطعني. تفضل. تذهب إلى أكبر الأسواق وأفخم الماركات وتشتري غصب عنه، فكيف لا تقود السيارة؟ جاوبني. يبدو أنه مرت فيك مواقف كثيرة مثل أنت تقودك مرأتك. أنا قادتني وقادت المشاهد وقادت جميع. فاصل ونعود. محمد سم، اسمعي، خذي بنتك واطلعوا للحوش، نظفوه كله ونظفوا شبابيك المجلس ورتبوه، يبي يجينا الرياجيل الليله. سمعت الكلام؟ ابشر يلا. شلون يعني ما في غدا؟ شلون ابغى افهم انا؟ كل يوم لازم اطبخ لك، تعبت انا كنس واطبخ وانظف. لا يا شيخه، تبغيني بعد اشتغلت انا بعد؟ ايش حتسوي يعني؟ اعلم سنه، وش بسوي؟ اعلم
أعلمت أنا وش بسوي الحين. وجانا القطار بدروبه واملة القطر ولا أي شباب. أكو الثوب ها؟ أركب بديتك.